حلقة النهاردة بنتكلم فيها عن كواليس الأغاني. كتير مننا بيحب جدا يتابع ويفهم ايه حكاية الأغنية دي، اشمعنى الأغنية دي كتبت بالطريقة الفلانية، مين بدأ شغل فيها، جات الفكرة منين، كواليس اللي احنا المستمعين بنبقى حابين او مهتمين ان احنا نعرف حكايتها. النهاردة اخترت لكم 3 أغاني وطلبت منكم تعملوا فوتنج على واحدة من اكتر الأغاني اللي انتوا حابين تعرفوا كواليسها. الأغاني كانت ما جابش سيرتي، كتير بنعشق، واكتب لك تعهد. والثلاثة في بينهم عامل مشترك، وهو ان الثلاثة كلمات الكاتب الكبير بهاء الدين محمد والرواية عن لسانه كواليس الأغاني دي. اكتر أغنية طلب مني نعرف كواليسها النهاردة هي ما جابش سيرتي لأنغام. خلوني احكي لكم كده سريعا ايه حكاية ما جابش سيرتي. اولا بهاء الدين محمد بدأ حياته ككاتب سيناريو وحوار وكمان مسرح وقصة قصيرة ورواية، ما كانش في دماغه الأغاني، ولكن بعدين لقى ان الاغنيه خطفته ودعن لسانه، فبدا ان هو يحقق السيناريو والحوار في الاغاني. يعني مثلا بعت لي نظره لانغام، دي سيناريو. ما جابش سيرتي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي حوار. يدق الباب الهضبة عمرو دياب، دي سيناريو. وهي عامله ايه دلوقتي برضو لعمرو دياب، دي حوار. عايزه اقول بس في البدايه ان ما جابش سيرتي طبعا كلمات بهاء الدين محمد وألحان الملحن العبقري الراحل رياض الهمشري وتوزيع الراحل الكبير جدا طارق عاكف. يعني كل ما نقول اسم من الأسامي دي، وطبعا غناء النجمة الكبيرة أنغام اللي ترجمت الإحساس للأغنية، عوامل الأغنية كلها ناجحة. يعني انت لما تعرف كده ان في أغنية اسمها ما جابش سيرتي، غناء أنغام، كلمات بهاء الدين محمد، لحن رياض الهمشري، وتوزيع طارق عاكف، خلاص انت يعني انت مطمن. خلونا نحكي كده سريعا الحكايه بدات ازاي، او كواليس اغنيه ما جابش سيرتي. ما جابش سيرتي بدات بسطرين ثلاثه عجبوا النجمه انغام، واشتغل عليهم بهاء الدين محمد ورياض الهمشري مع بعض، وبداوا بقى يرسموا الاغنيه كانها بورتريه فيها احاسيس كتيره جدا، فيها احساس المطربه، فيها كرامتها، فيها القوة، فيها الضعف، فيها الحب، أغنية فيها كل حاجة. لو مسكت أو فصصت كده الأغنية ككوبليهات، يعني أول ما بدأت وقالت ما جابش سيرتي ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقولي حاجة، ده سؤال عادي. التفاصيل بقى المهمة، حب ولا لسه، ما ظنش سهل ينسى، دي كرامتها يعني والثقة بتاعتها في نفسها. كمان طارق عاكف فرش فرشة عبقرية في توصيل إحساس أنغام بصراحة. يعني رياض الهمشري أبدع إن هو يرسم الكلام، عارف لما تكون بترسم رسمة كده اترسمت، يعني اللحن خلى الأغنية راحت في حتة تانية. الأغنية كلها هي المفروض إن هي في الأغنية ما جابش سيرتي هي بتحكي لناس أو بتتكلم مع ناس يعرفوا الطرف التاني اللي هي بتتكلم عليه، فكل كوبلي في الأغنية ليه معنى. زي ما قلنا ما جابش سيرتي الأولانية ده سؤال عادي، ندخل بعد كده خايفين يقولوا فاكر لحن له واشتاقه، واحنا بينا ايه، كل اللي بينا فراق. بس هنا في فرق بين الفراق والوداع، الوداع مفيش فيه رجع، ولكن الفراق فيه لسه فرصة تانية. اتكلم عن الاحساس وعن الحاجات اللي حصلت في الاغنية وعن كواليسها وعن واحد من اهم السطور، وهو الشاعر الكبير بهاء الدين محمد قال ان هو السطر ده لوحده اغنية، شو يحاسس ان حضنه لسه فاضي، كم المشاعر والحب والثقة والكبرياء اللي في الكوبلي ده يعني يدرسه. قال كمان بهاء الدين محمد في الأغنية، أنا لما بشتغل للأغنية وتحديدا لأنغام ببقى عارف إن الفيدباك هيبقى عبقري. الأغنية كل مرة بتغنيها بإحساس مختلف بيوصلني كمستمع، يعني أنا قاعد بسمع الأغنية زي الجمهور، ببقى عارف إن لو أنا عملت حاجة في الأغنية هيرجع لي أضعافها. قد ايه اغنيه زي دي عايشه معانا بقى لها كام سنه ما جابش سيرتي. ولو يعني انا يعني سريعا كده مش عايزه بس اقعد اقول لكم الكوبليهات، ولكن هو لما اتكلم عن كواليس الاغنيه اتكلم واسترسل، قال كل حاجه في الاغنيه كوبليه كوبليه. هنا كان كرامتها، هنا كان ثقتها بنفسها، هنا كان حبها، هنا كان ضعفها، هنا كان قوتها. واحده من الاغاني اللي عايشه معانا للنهارده وبنحبها وبنحب نسمعها حتى لغايه دلوقتي في حفلات انغام، دايما بتطلب ما جابش سيرتي. دي الاغنيه اللي نسمعها دلوقتي، ودي كانت حكايه النهارده وكواليس اغنيه. بدانا بحلقه النهارده واخترت اغنيه ما جابش سيرتي الانغام. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ويا رب كمان احنا طبعا لسه مكملين مع بعض، ولكن يا رب فكره تكون عجبتكم، نعمل لكم موضوع فكره كواليس الاغاني دي كتير.